وسهلا بطارق ربح. تفضل تفضل. اهلا وسهلا، نورتنا اليوم في يوم جديد. يعطيك الف عافيه على المعزوفات اللي قدمت لنا اياها. يسعد صباحك طارق. تفضل. يعني طارق رباح هو شاب أردني صغير بالعمر، 18 سنة، شاب موهوب بآلة الناي، وهو يعني ضيفنا اليوم، ورح نتعرف معه أكثر على هالآلة وكيف بيعزف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. بلشت تقريبا قبل سنتين ونص. بالضبط. ليه بلشت؟ ليه اخترت الناي غير عن بعيد؟ أنا كنت أعزف بيانو جيتار زمان، تقريبا قبل 6 سنين. فصدقا لقيت الآلات الغربية بدي يعني إشي طابع شرقي بالموضوع، فاخترت آلة الناي لأنها شرقية أكثر وبتعبر عن الألحان العربية الأصيلة. كيف تعلمت الناي؟ أنا كنت أعزف شبابي قبل، فكان نفسي كويس يعني. حلو. سجلت بدورة ناي مع الأستاذ ربيع زرقات. بعد ما خلصت الدورة طلعوا لي منحة من بيت الناي بدعم من مستر عبد الحميد شومان، وطلعت منحة من بيت الناي وتقريبا صار لي سنتين ونص معهم. يعني انت من رواد بيت الناي. طيب احكي لي ايش المساحه اللي اتحوها لك في بيت الناي في هذا المجال تحديدا. هم يعني بوفر علي اول شيء المساحه اللي انا اصلا سكان الازرق، وبيت الناي في جبل وبدي في عمان. فكنت صدقا الاقي صعوب انه اطلع مثلا اخذ دروس موسيقى واخذ شيء. فكنت اطلع على بيت الناي يأمنوا لي مثلا الاشياء اللازمه واطلع عندهم. حلو كتير. طيب طارق، يعني آلة الناي دائما الفكره الماخوذه عنها بانها حزن شجن، انت شفتك عزفت كم شغله كان فيهم فرح. كيف قدرت توفق بين الشغله المفرحه وطبيعه الآلة الحزينه؟ بالضبط، ما في آلة حزينة وآلة فيها فرحة. في شيء اسمه مقامات موسيقية، هي انت بتطلعهم على اي آلة في العالم يعني. في مقامات حزينة وفي مقامات فرايحية، خلينا بس دائما نستخدم المقامات الحزينة بآلة الناي. ليش؟ الناي ممكن عشانها شجنة بيحسوها العالم حزينة، هي مش حزينة، هي شجينة مش حزينة. سمعنا طيب شيء. تمام. حلو منك. شو الفرق بينهم؟ كل واحدة درجة موسيقية معينة. لازم تشرح لنا طيب. تحكي لنا شوي عنها. هدول صناعة يدوية صح؟ بالضبط. مين في شخص متخصص بصنعهم؟ طبعا. احنا في بيت الناي كنا ناخذهم من تركيا ومن سوريا ومن مصر ومن المناطق هاي. بعد هيك صار عندنا انتاج محلي، كنا صرنا نجيب من وادي شعيب ونصنعنا في بيت الناي. حلو. طب تفضل. باشراف الاستاذ ربيع زرقات طبعا. ممكن بس الخلفية الموسيقية؟ طبعا. اكيد. موجودة. بدنا نعلي الصوت شوي، مخرج حسين بالاستوديو. Thank you.
يعطيك ألف عافية طارق، أبدعت أبدعت. يا ريت المشاهدين لو كانوا معنا في الاستوديو سمعوا الطريقة الجميلة وأنت بتعزف. الله يسعدك يا رب. يعني فعلا معزوفة هيك فيها نوع من الإحساس العالي جدا والكتير قريبة للقلب يعني، يعطيك ألف عافية. بس بدي أسألك سؤال، آلة الناي إيش أكثر آلة تنسجم معها من ضمن الآلات الموسيقية؟ بطبيعة الآلات، الآلات الموسيقية أكثر شيء تندمج مع الآلات الوترية الكلاسيكية نوعا ما، مثل البيانو مثل الجيتار أكثر شيء بندمجه مع بعض. بالنسبة للموسيقى الشرقية فهي دائما كانت مع الآلات الشرقية، مثلا إذا تلاحظ مثلا أم كلثوم كانت معها الناي أحيانا أو دائما بتكون مع يعني دائما مش إنه مؤقت أو مثلا تستخدمها بشكل مؤقت، فكان يكون معها كمانجا وتشيل ورق وآلات إيقاعية بالضبط. طيب طارق أنت اليوم محترف بآلة الناي، أي شخص بده يتعلم الناي مثلا إيش مواصفاته هذا الشخص؟ يعني نفسه طويل؟ هلا هي ما بدها طولة نفس، هي ممكن بدها شوية طولة نفس بس بدها تنظيم نفس. يعني مثلا في عندك الآلات الشعبية اللي خلينا نحكي التراثية مثل الأردن وفلسطين، عندك آلة المجز واليرغول، هذا بدهم شيء اسمه خاصية قلب النفس، انك تاخذ هواء من الأنف وتطلعه من الثم، بدها قوة نفس. هاي الأشياء تدريب، هاي بالضبط بالممارسة، كل شيء بالممارسة. طارق في لك مشاركات بفعاليات موسيقية أو شيء؟ كان لي فعاليات كثير بس أنا حاليا السنة هاي توجيهي. الله يوفقك. الله يسعدك، عامل لي الله يوفقك ويوفق جميع طلبة التوجيهي. بدنا نسمع منك معزوفة نختم فيها ونتمنى لك كل التوفيق طارق، وانت موهبة أردنية نفتخر فيها، وأكيد كل الشباب الأردنيين نتمنى يكون عندهم موهبة وينموها. أكيد. نسمع منك. بس حط الموسيقى. هلا راح يكون معنا موسيقى باك جراوند. نعم بلشت معنا، تفضل.